الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره
نودع اليوم وتودع تونس بأسرها ابنتها البارة أيقونة النضال الوطني وزعيمة الحزب الجمهوري من يجريبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نودع فيك يا مي معين لا ينضب من البذل الغزير والعطاء اللامحدود والتفاني في خدمة وطن وهبته كل عمرك والإخلاص لشعب آمنت بحقه في الكرامة والحرية فما بخلت عليه بجهدك واجتهادك. نودعك يا مية وتونس في أمس الحاجة إليك. نحتاجك أيتها الصابرة المصطبرة تشهدين فينا العزم وترددين على مسامعنا ألا نستوحش طريق الحق لقلة سالكيه. نحتاجك قائدة ومرشدة نحتاجك أختا طالما زرعت فينا وبيننا أنبل قيم الأخوة والمحبة والوفاء. الله أكبر الله أكبر ولله العزة والبقاء وعلى خلقه كتب الفناء ولنا في رسول الله أسوة وعزاء. نودع اليوم حرة من حرائر تونس انخرطت في النضال الطلابي منذ 1980 وهي طالبة يافعة في سنتها الجامعية الأولى. كسبت مية بسرعة ثقة المنافسين قبل الأصدقاء لتتحول إلى أحد رموز الحركة الطلابية ومدافعة صلبة على حرية واستقلالية العمل النقابي الطلابي. التقينا يا مية في هذا الدرب الصعب وتعاهدنا أن نسير فيه إلى منتهاه. وقد واصلت الطريق يا مية بكل شجاعة وثبات فشاركت بقلمك الحر في قلاع الصحافة الحرة في جريدة الرأي وصحيفة الموقف. وكان قلمك يا مية عنوان التزام بقضايا الحرية والكرامة الوطنية ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العزيزة على قلبك. قلمك يا مية كان أقوى من أدوات الاستبداد إذ طالما أربك أساطيرة. قلمك يا مية كان يشيع مع كل حرف أن تونس أفضل ممكنة. الله أكبر الله أكبر. سيذكر لك التاريخ يا مية دورك الفاعل في تأسيس حزب تقدمي معارض وقيادته لاحقا في مقارعة الاستبداد وإرباك أركانه. إذ كنت صوت من لا صوت له وسندا لمن لا سند له. فالحوض المنجم يذكرك كما تذكرك تونس الأعماق. وسيذكر التاريخ أنك كنت في مقدمة الجموع يوم رحيل الطاغية ملوحة بشارات النصر. ولن تنسى لك تونس إسهامك في إنجاح الانتقال الديمقراطي وبصمتك الواضحة في تأسيس الجمهورية الثانية وإرجاع السيادة للشعب. وهو ما قاله لنا اليوم عندما زارنا معزيا فيك رئيس الجمهورية فقال لو كانت كل النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وداعا يا عظيمة الآلاء وحبيبة الضعفاء
ومدرسة الوفاء. نودعك عند من لا تضيع ودائعه، نودعك عند رب رحوم غفور، رحيم غفور. شهدت أنه الحق وأن لا إله إلا هو. نودعك لمن سيبدلك دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهلك، وأحبابا خيرا من أحبابك. نودعك وتودعك تونس يا مية، ونعاهدك أننا سنظل على ذات الطريق، طريق العزة لتونس والكرامة للمواطن. ونودعك ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينزلك أحسن منزل وخير المنزلين، وأن يحشرك مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وأن يرزقنا جميعا صبرا بمقدار محبتك. آمين. وبجاه أسرار ونور الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.